السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة نظرة جديدة لقطاع الدواجن، حياكم الله إخوة. اليوم عندنا واحد تجربة بنشاركها مع الإخوان، وهو تفريخ بيض الحمام داخل الفقاسة. كما كتشوفوا هذا فلوس ماشي ديال الدجاج، كما كتشوفوا البيضة ديالو، البيضة ديال الحمام، حمام الفرنسي اللحم. هو كتشوفوا الإخوان، اللهم بارك، تيتقلب، اللهم بارك الإخوان. تجربة ناجحة، حيدنا هذا البيض لوالديه، كانوا هما جوج بيضات، وحدة خرجت ملقحة هو اللي خرج فيها الفلوس، والأخرى كانت خاوية حيدناها. أو الحمد لله خرج، يلاه يلاه أول يوم ليها، غنخليه حتى الغدا إن شاء الله. وإن شاء الله من بعد غادي يكون يعني داك المخزون اللي كان كيتغدى عليه في البيضة غيكون سالة، يعني من غدا غادي بياكل لينا، ونخليه اليوم في الفقاسة ماشي مشكل حتى الغدا ان شاء الله. وندير واحد تجربة ان شاء الله ديال الاطعام هذا الفرخ ان شاء الله يدويا، ما غاديش ياكلوا والديه، يعني غادي ناكلوا حنا ان شاء الله. ونشارك معكم ان شاء الله التجربة، تقريبا فيديوهات، وغتشوفوا ان شاء الله حتى غادي يكبر. اليوم راه يلاه خرج من البيضة، او كما كتشوفوا الاخوان، اللهم بارك. اول تجربة ديال تفقيس بيض الحمام، تجربة ناجحة. دابا ان شاء الله غادي ننتقلوا الى الاطعام ديالو ان شاء الله، واش غادي نستطيعوا ناكلوه من عمر يوم. انت ماشي بحال الدجاج، هما لا بدا كما كتعرفوا خص والديهم لا بدا ياكلوهم، ماشي بحال الدجاج. الدجاج كي تيخرج تياكل راسو ماشي مشكل، ولكن هذا خصنا نطعمو. وغادي نشوفوا ان شاء الله التجربه لي، نحاولوا، ويمكن تحدي ندوز التجربه، يعني الحمد لله نجحت بعدا في التفقيس. ان شاء الله يبقى الاطعام، راه غادي نشوفوا ان شاء الله ضروري غادي نمشيو معاه شويه بشويه، نصوروا لكم فيديوهات الاخوان. هذا ما كاين، وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.